يا معلم صدرينك نافي لطلاب تكميلي ناجحين. ابشر ابو الحارون انت وطلابك الناجحين. تعرف يا ابو العبدالله ان العزلة عن الجميع ومعك بطاقة التكميلي فكرة لا بأس بها؟ تنبيه، نحن غير مسؤولين عن اي حالة ادمان بتسببها فيديوهاتنا. العافية مشاشة مشاشة موجودكم الله يسعدكم عليكم جميعا. طبعا انا لسه ما بلشت اللايف يا جماعة، بس طلعوا لنا اياه اكسبلور يعني زمن يا طالب التكميلي وراح تاكل حلوان نجاح. بلا غلبك يا معلم صدرينك نافي لطلاب تكميلي ناجحين. ابشر ابو الحارون انت وطلابك الناجحين. تعرف يا ابو العبدالله إن العزلة عن الجميع ومعك بطاقة التكميلي فكرة لا بأس بها؟ تنبيه، نحن غير مسؤولين عن أي حالة إدمان بتسببها فيديوهات. يا طالب التكميلي وراح تاكل حلوان نجاح. بلا غلبك يا معلم صدرينك نافي لطلاب تكميلي ناجحين. ابشر ابو الحارون انت وطلابك الناجحين. كم موضوع تعبير عندي، يعني راح تتفاجئوا بكميه مواضيع تعبير مكتوبه ولسه ما زلت يعني بستقبل مواضيع تعبير. تعرف يا ابو العبدالله ان العزلة عن الجميع ومعك بطاقة التكميلي فكرة لا بأس بها؟ تنبيه، نحن غير مسؤولين عن اي حالة ادمان بتسببها فيديوهاتنا. يا طالب التكميلي وراح تاكل حلوان نجاح. بلا غلبك يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم دائما وأبدا بكل خير وعطاء وتفوق وإنجاز. حبيت يعني في بداية، ما بدي أطول عليكم يعني في المقدمة اللي حطيتها، أحكي معكم بداية اللايف عشان أشوف إن شاء الله إنه الكل يكون متجمع معنا على هذا اللايف الجميل. بوجودكم جميعا وبجهودكم إن شاء الله بيكون حلو وجميل زيكم. بداية بدنا منكم شير الجميع، وبدنا إياكم تحطوا لايك على هذا الفيديو وتعلق بتم عشان أشوف تعليقك قدامي. هسا اليوم راح نحكي عن كتابة موضوع التعبير. اليوم راح يكون اللايف جدا مهم، استراتيجيات كتابة موضوع التعبير، وراح أورجيكم شوية نهفات من نهفات الطلاب شو بيكتبوا على الدفاتر بنهاية التعبير أو بنهاية الدفتر، شو في نهفات للطلاب وشو بحطوا كمان يا جماعة. وراح أورجيكم شغلة كثير كمان حلوة، كتابات طلابية راح ندققها ونشوف هل الطلاب فعلا متمكنين من الكتابة ولا لسه في اخطاء، ولا الامور كويسه مش كويسه. يلا ارفعوا اللايف
بشكل سريع بدي أهدي يا جماعة اليوم 5 طلاب بإذن الله تعالى، عطر ساعة وثلاث بطاقات إن شاء الله تعالى. وإنت يعني أنا وإنت بنختار الهدية مع بعضينا إن شاء الله. طبعا لكل طالب توجيهي، شو مكان تخصصك، كنت صناعي أو اقتصاد أو إذا كنت علمي أو أدبي، موضوع التعبير مطلوب منك، تكميلي أو نظامي مطلوب منك. وهذا البث يا جماعة بإذن رب العباد غير محفوظ، عشان اللي حضر حضر واللي ما حضر راحت عليه. فنستعجل شوي في تعليقاتكم ونستعجل في شراتكم عشان نوصل لأكبر عدد ممكن إن شاء الله تعالى والكل يستفيد. يعني تحياتي ل 400-500 طالب على الانستغرام والتيك توك، أكثر والله ما شاء الله. وهي الفيسبوك، والله الفيسبوك اليوم بلش يطلع. شوف اليوتيوب قديش، 300 تمام ما شاء الله عنكم. طيب الفيسبوك ارفعوا لنا اللايف بسرعة عشان الكل إن شاء الله يستفيد. وبدي أورجيكم كم من شغلة قبل ما أبلش بهذا اللايف الجميل. طبعا زي ما أنتم شايفين قدامكم دفتر الوزارة، ممكن ما يكون واضح كثير تمام، ممكن لأنه الريزوليوشن تبع الصورة مش كثير قوي، لكن زي ما أنتم شايفين دفتر الوزارة راح يكون للفرع العلمي والفرع الأدبي. دفتر الوزارة يا أستاذ بتسكر بالطريقة هاي وبتصلح، ما بنشاف اسمك إلا في النهاية خلص لما يتدقق ويخلصوا كل شيء، آخر مرحلة بيطولوا العلامة منه. وإن شاء الله تكون فاتحة خير عليكم جميعا يا أبطال، ولكل من قال آمين يا رب العالمين. بعد هيك يا جماعة طبعا الأختام اللي احنا بنعرفها كلياتنا، يلا جماعة الفيسبوك عجلوا شوي، الأختام كلياتها زي ما بنعرف وإلى آخره. طبعا يا جماعة من النهفات الموجودة تابع إجابة السؤال الثاني، ظلك تابع يا قلبي، إذا بتكتب على دفتر الوزارة هيك أنا نافخ عينك، ولك هو كاين دفتر مذكراتك ولا كاين هذا النوتبوك تبعك، شو بتقول؟ ولا بتكتب ملاحظات قاعد على التليفون ولا بتبعت لها لصاحبك؟ ظلك تابع يا قلبي، ما بصير نكتب على دفتر الوزارة عبارات ما إلنا فيها يا جماعة، أو هم ما إلهم فيها وما بتهمهم. طيب من نهفات كمان الطلاب يا جماعة عبين ما نبلش، يعني مشان ربك صلح بضمير، بس مش مبين كثير عندكم، مكتوب عليها مشان ربك صلح بضمير، فبدناش هذا الحكي يا جماعة، فكونا منه لا تقربوا عليه أبدا أبدا أبدا. طيب هاي مش واضحة بالمرة، عاد يا الله كثير كانت حلوة. طبعا هون هو كاتب مش تابع السؤال الأول، هو كاتب هون تابع يا عمري. طيب هون كاتب سنعود بعد قليل، هذا مش بده طخ يا جماعة، هذا بده ننفخ عينه رسمي. هون تابع السؤال الأول ليش هيك الحياة، هذا متدمر نفسيا وعاطفيا وجسديا وكاتب ليش هيك الحياة. وآخر إشي يا جماعة هذا كاتب لك الأيام ظلمتني، ممكن مش واضح عندكم لكن هيني قاعد بقرأ لكم إياه، الأيام ظلمتني، هذا يا حرام جاير عليه الزمن. يا رب النجاح، يا رب النجاح، يا رب للجميع. هذا هون كاتب بموضوع التعبير يا جماعة، يعني مش راضي المشكلة تتوضح أكثر من هيك، كاتب نفس السؤال ناسخه وكاتبه وين على الدفتر تمام، نفس سؤال التعبير ناسخه جايبه من الورقة تبعت الوزارة وكاتبه على حدا حاب يعمل هاي الطريقة. إذا موجود معانا أعطينا بالله، شوف أنا بالتعليقات خليني أنفخ عينك قبل ما أبلش شرح يا أبطال. كالعادة دفتر الوزارة قدامكم، واتفقنا ورح أورجيك في حصة إذا بتحبوا حصة كاملة كيف تتعامل مع دفتر الوزارة ومع ورقة الماسح الضوئي. إذا حابين هاي الحصة أعملكم إياها خاصة آلية التعامل مع دفتر الوزارة والماسح الضوئي، اكتبولي تم بالتعليقات أشوف، عشان إن شاء الله أجهز لكم حصة خاصة تكون لعيونكم ونتعب عليها وإن شاء الله نوصل للعلامة الكاملة، وخصوصا إنه يعني خلينا نقول امتحان الوزارة
للطلاب التكميلي اللي ربنا يفرحنا فيهم قرب كثير يا جماعة. قبل ما أبلش أشرح لك عن استراتيجيات موضوع التعبير، حبيت أحط لك موضوع تعبير على اللوح، كتابات طلابية زي ما أنتوا شايفين، حاط مواضيع طلاب. طبعا زي ما أنتوا شايفين الكتاب اللي قدامنا يعني في شوية عدم تنسيق، مش شوية، كثير صراحة في عدم تنسيق بموضوع التعبير، مليء بالأخطاء الإملائية والقواعدية، يعني في أشياء كثير لفتت نظري والله حابب إني أورجيكم إياها. طيب نجرب هون إذا بزبط البرنامج معانا، لا ما زبط. طيب أجرب أورجيكم بعض الأشياء يعني يا جماعة اللي هي يعني الطلاب بشكل عام حرام يغلطوا فيها. مثلا يعني طلع كتابة كلمة شير بالطريقة هاي، شوف مثلا كتابة كلمة مرق معي هذا الموضوع، قرأته صراحة أكثر من مرة عشان أورجيكم قديش نسبة الأخطاء، قديش عدم التناسق في هذا الموضوع، بس من باب يعني إن نحتار. طلع كيف كتابة كلمة ميد بالطريقة ميدا، يعني هاي ميدو ضايل شوي، ميدو بتصير. هاي أخطاء كلياتها بدنا نحاول إن نتجنبها. اطلع كتابة كلمة يوز، فأنا أستاذ أول إشي بدقق عليه موضوع الكتابة. أنا كطالب توجيهي بدي أفوت على امتحان الوزارة وأنا عارف شو قاعد بعمل ومتمكن بطريقة جميلة وصحيحة، وزي ما قلت لكم دائما كون حذر وحاول تتدرب على الكتابة وخصوصا الكلمات المطلوبة منا في امتحان الوزارة. يعني في الكتاب تبعنا من إحدى كمان الأخطاء صراحة، يعني شوفوا هاي الكلمة يا جماعة، وشوف كمان عندك هون مثلا تعداد حاطة such as أو حاطة advantages marketing، شوف مثلا studying shopping and soon، مش عارف شو يعني. فوأنا بقرأ بموضوع التعبير كثير كان عندي انتقاد للمواضيع، لبعض المواضيع الموجودة قدامنا بشكل خرافي يا جماعة. هون مثلا في إحدى الفقرات، طبعا لسه أنا ما شرحت لك، أنا قاعد بس بورجيك أو بحكي لك شوية ملاحظات عشان نحاول إن نتجنبها لما نيجي نكتب موضوع التعبير يا أبطال. مش واضح حسب أصغر لكم إياها إن شاء الله عشان توضح عندكم إن شاء الله. كمان يا جماعة يعني 500 طالب على اليوتيوب ما شاء الله عنكم، الله يفرحكم، وألف وبيتين طالب على الفيسبوك والتيك توك والإنستغرام، تقريبا 600 طالب. فخور فيكم جميعا. The internet this advantages، شو يعني the internet disadvantages؟ stress waste of time lack of exercise، صغر لكم اياها شوي عشان تبين قدامكم ان شاء الله بالتفصيل. هيك واضحة يا جماعة؟ اذا واضح بالله اكتبوا لي تم بالتعليقات عشان اتأكد اذا واضح او لا. طيب يعني مثلا في عندك كتابة افضل من هاي الكتابة، اذا انت طالب ضعيف عمرك ما كتبت موضوع تعبير، زم راح أعطيك الحل، بس مش هسا، الحل قدام شوي أستاذ، أنا راح أساعدك فيه عشان أنت تقدر تتمكن وتحاول قدر الإمكان توصل للي بدك إياه. باختصار شديد إنه إحنا لما نيجي نقول موضوع تعبير أنت بدك تحاول تكتب، أما إذا وصلت لمرحلة ميؤوس من أمرك ما في إشي اسمه مستحيل، راح أخليك تكتب بس مش هسا، يعني هسا بدنا نتدرب على الكتابة ونحاول إن نكتب ونحاول إن نجمع أفكارنا قدر الإمكان عشان نقدر نوصل بإذن الله للي بدنا إياه بكل بساطة. مثلا باجي بحكي له بعبارة أفضل وأرتب من هاي، لو إجيت كتبت له أنا على طريقة الجايدد رايتنج كتبت أحسن من هاي، there are many disadvantages of the internet. تمام؟ هسا هون انت بهاي الحالة ما بتقدر عادي تيجي تقول له يعني such as وتعدد such as stress, waste time, lack of sleep، ماشي كويس، lack of focus ماشي، بس لازم تكون منسق بالكتابة، يعني انتقاد كبير على موضوع التعبير اللي قدامي عشان بس انتوا تستفيدوا وتاخذوا افكار يا جماعة قدر الامكان من مواضيع التعبير اللي بدنا نبلش فيها.
إذا لا تنسى إنك تحاول قدر الإمكان تتجنب الأخطاء. هذا الموضوع اللي قدامنا يا جماعة، يعني الله يعطيه العافية اللي كاتب أو اللي كاتبه. What is social media web-based communication tools that allow people شوفوا يعني أنا بدي لازم أنتقد عشان تعرف أنت إذا بدك تكتب تعبير وين غلطك. لبين ما جيك هسه إن شاء الله على الاستراتيجيات كاملة والكتابة إن شاء الله بيكون أمورك طيب. طيب people to interact with each other، صراحة يعني مقدمة بعتبرها جدا ضعيفة. تمام، المقدمة جدا يا جماعة إيش ضعيفة. فبنا نحاول دايما نتقيد بالكلام اللي أنا بدي أحكي لك إياه كمان شوي، والكلام اللي بدي أقول لك إياه حاول إنك تتمكن منه لأنه مهم جدا. مقدمة ضعيفة عن السوشيال ميديا، وراح أعطيك طريقة بتجنن اليوم للكتابة عشان تقدر توصل للي بدك إياه. شوف، من الأخطاء اللي واجهتها بكتابة هذا الموضوع أو بتصليح هذا الموضوع صراحة يعني طلع one hand. شو يعني one hand أستاذ؟ طب هي أول إشي on one hand يعني لازم أكون أنا متمكن. تمام، يعني أنا بس أجي أكتب هون بقول له on، الـ O بدها تكون capital ها عشان ما ننسى. تمام، هاي الـ O بدها تكون capital، بقول له on one hand فاصلة. هسه باجي بحكي تمام، قلت لي السوشيال ميديا useful يعني حتى الكتابة أستاذ يعني فيها أخطاء كثير، أخطاء إملائية. which you share، شو يعني which you share idea like people can be send each other photos and messages، يعني الستركتر كله تبع الجملة مش صح. لو بحكي أنا وياك وقلت لي هذا الكلام راح نفهم على بعض، لكن لما نيجي نكتب موضوع تعبير بدنا نحاول نختصر قدر الإمكان الأخطاء أستاذ الموجودة، والتركيب لازم يكون تركيب صحيح. أنا بعرف إنه عندنا ضعف بالكتابة، بس إحنا بدنا نحاول، اتفقنا إنه بدنا نحاول نكتب. On the other hand it's disadvantages، شو يعني؟ باجي بطريقة ألطف بقول له On the other hand there are many disadvantages of using social media such as أو like، وبلش أحط السلبيات تبعتي بالتفصيل، وبلش إني أحاول أكتب السلبيات بطريقة صحيحة. الخاتمة يعني صراحة مش عجبتني أبدا أبدا أبدا. I hope pay attention to your children. مش عارف شو هاي. طيب باجي بحكي له هون عندنا كمان الاسم أستاذ، رح أحكي لك من التعليمات اللي بدي أكتب لك إياها، يمنع منعا بات كتابة الاسم أبدا أبدا أبدا. ما بصير تكتب اسمك على موضوع التعبير، دير بالك بلاش تأخذ صفر بامتحان الوزارة. تاريخ والساعة بالضبط كمان، يعني شكرا لللمسات الجميلة اللي أنا بشكر الطالب اللي كاتب هاي اللمسات الرائعة، لكن لو المصلح بيعرف دارك رح يجي يدور عليها وينفخ عليك الثنتين مش عين واحدة. ما بصير نكتب تاريخ، ما بصير نكتب أي دلائل، اسم مش اسم، هذا حكي توقيع. طلع ما شاء الله التوقيع يا جماعة، يعني قديش إنه جميل وراقي ويمتاز بخفة اليد وسلاسة الكتابة الرائعة الجميلة اللي إن شاء الله مش عارف شو بدي أحكي لك صراحة، يعني أنا محتار شو بدي أحكي لك. طيب هذا موضوع يعني برضو من المواضيع الضعيفة اللي لازم ننتبه يا جماعة، لما نيجي نكتب أي موضوع تعبير لازم نكون يعني إن شاء الله متمكنين وأمورنا طيبة. هذا الموضوع قرأته بالكامل لطالبة اسمها رغد يا جماعة، الموضوع جدا رائع وخرافي في بعض الأخطاء الإملائية والقواعدية، لكن الموضوع بجنن. يعني لو كتبت بالوزارة في شوية أخطاء صغيرة دير بالك عليها، لو كتبت بالوزارة بالطريقة هاي وبالترتيب وبالتنسيق وترابط الأفكار أهم إشي، راح تأخذي لا يقل عن 17 من 20، يعني 17 وفوق، يعني 17 18 19 بإذن رب العباد. قولوا ما شاء الله بالتعليقات كلها تمتلئ الآن التعليقات بذكر الله يا جماعة. خليني أورجيكم كمان هذا الموضوع سوشيال ميديا What is the internet. يا الله ما أجمل اللي كاتب. مين في اسم؟ فاتن أحمد علي عودة، فاتن من طالبات مركز الإبداع.
فاتن يا جماعة نبلش بالعنوان بطريقة جميلة، وعلى الأصل دور المعلومات اللي راح أحكي لك عنها كمان شوي، وأقول لك إنه بلشت بطريقة صحيحة. سألت سؤال، قالت What is the internet? The internet is a way to connect people with each other. عرفت Also people in different countries. It's part of modern technology developed by inventors from time to time. واضح في ترابط بالأفكار، واضح في تمكن، ما في أخطاء إملائية جماعة مرقت معاي تمام لغاية الآن، ما في أخطاء إملائية إن شاء الله. طريقة جميلة في الكتابة، مستخدمة أزمنة بسيطة طلع مضارع بسيط، مستخدمة ماضي بسيط طلع مضارع بسيط ماضي بسيط، وأجمل وأجمل من هيك يا جماعة ما أنا كنت أكتر، كنت أقول أزمنة بس أجمنة طلعت معي فأنا بلعتها على السريع وغيرت الموضوع. طيب ما حدا دقق أكيد. On one hand, on one hand كمان مرة، هاي في غلط هون، طلع كيف الآلية. والله يا ميتال بدي أسألك سؤال، مجهز لك سؤال قوي اليوم، خلص وتعال تعال هون بحكي. الحمد لله ما سمعني، كان كلب قتلس. طلع هون، انت قلتي هون يا فاتن on one hand، هون بحكي on the other hand، وراها بيجي فاصلة، وراها بيجي فاصلة تمام. هسا ما بتيجي تي كابيتال، رح تيجي سمول كمان، وهذا كل الملاحظات رح اوافيك فيها بعد ما اخلص اخر موضوع بدي اورجيكم اياه، وابدأ انا في استراتيجيات كتابة موضوع التعبير، ورح انزلكم المواضيع هاي على الفيسبوك وغيرها وغيراتها، ما يقارب 100 موضوع تعبير رح انزلهم على الفيسبوك وعلى الانستغرام عشان تشوفوا شو آلية الكتاب. طيب في موضوع تعبير يا جماعة هنا حلو، يعني بالخاتمة I believe that حاطة يعني رأيها على طول، يفضل بالخاتمة زي ما بدي أحكي لك كمان شوي أستاذ، إنه حاول إنك قدر الإمكان تحط to sum up finally to conclude in conclusion أو to conclude كمان صح، ما فيش مشكلة فيها finally، ما فيش مشكلة فيها، بعدين بتعطي نصيحة ورأيك 100% أمورنا إن شاء الله بتكون تمام التمام. طيب تعالوا أورجيكو هذا الموضوع، أنا شفته كمان يا جماعة ما عجبني كثير. ليش؟ يعني أوكي Why do people use it? Smartphones. يعني على طول هيك بلشنا Why do people use it? The smartphone is used by people in daily life. There are many advantages and disadvantages of using smartphone. ماشي بقول لك إذا أنت طالب ما عمرك كتبت هذا الإشي ولا البلاش، كويس يا زماش، المهم إنك تحاول تكتب، المهم إنك تحاول تعطي تبدع على عيني وراسي. باجي بقول بس انت هيك لما بلشت على طول عن وحكيت عن السمارت فونز، حكيت لكم ملاحظة طلاب اللي عندي مخذين، حكيت لكم ملاحظة بموضوع التعبير لازم ننتبه على ايش بندور. اكتب لي بالتعليقات اشوف، كتبت لك ملاحظة بالمقدمة على ايش بندور، اعطيني بسرعة بالتعليقات اشوف. يلا يا جماعة اي طالب على اليوتيوب بعطي تعليق غير مناسب يا جماعة بدون تردد بلوك. يلا باجي بحكي له سمارت فونز، قالت لي there are many advantages. شو يعني سمارت فونز there are many advantages؟ لا احسن استاذ نحكي there are many advantages of smart phones such as، بعدين ببلش اعدد اشرح احط topic sentence supporting sentence زي ما بدك. بتقدر تكتب يا جماعة، تقدر تحط كل أفكارك في موضوع التعبير، تقدر تحط كل إشي بيخطر ببالك عن فكرة معينة بالموضوع بموضوعك، بتكون أمورك تمام. آخر موضوع بدي أورجيكم إياه، هذا موضوع كمان صلحته صراحة، يعني the internet we depend on the internet in our lives it can be so helpful but has شو يعني but is has هاي؟ يعني ده صيني. But is has many disadvantages. وين الإيجابيات؟ وين المقدمة الحلوة؟ وين السلبيات اللي زي العالم والناس؟ وين الخاتمة الجميلة اللي بدي أقول لك الله يعطيك العافية على هيك كتابة؟ طيب باجي بحكي لك آخر موضوع بدي إياه، بدي تشوفه لطالبة اسمها أسيل خالد. صلاة النبي يا جماعة
ان شاء الله يكون مبين كويس. يعني ضايل بس تكتب تحت انقر للترجمة. خط رائع، كتابة منسقة، بداية موفقة. After the invention of mobile phones from the generation which caused a great revolution in the modern. طلع اسمع شوف المصطلحات كيف مستخدمة بطريقة حلوة وجميلة. هذا الموضوع فعلا اللي بنقوله ما شاء الله. واملأ التعليقات كمان مرة بكلمة بذكر الله وقول ما شاء الله لكل طالب بيحاول ولكل طالب بكتب مقدمة إيجابيات بعدين سلبيات بعدين خاتمة. موضوع هاي الخاتمة هون حتى موضوع منسق بطريقة جميلة وراح أنزلكم إياه بس وشكرا. هاي إحنا بدنا نكتبها يعني لا شكرا على واجب يا أسيل. أرجوك يا أستاذ لا تكتبي ثاني مرة هاي، أو هاي بينه وبينكم يعني بيناتنا عادي بس بالوزارة لا ما بدنا. بدك تكتب زي هيك بدك تتدرب، بنزل لك مواضيع تعبير احترافية سيدي، بنزل لك موضوع مواضيع كتابة طلابية عشان تقدر تكتب بهاي الطريقة. واللي حاب من هسا يأخذ سكريناية من هذا الموضوع تفضل سيدي واعطيني تم أول ما تأخذ سكريناية عشان أنتقل للجزء اللي بعده بسرعة شوي. يا نشامة جماعة التيك توك تمام الأمور، جماعة الانستغرام تمام، واللي خطه بيض بالإنجليزي يا جماعة مش مشكلة احنا بنحاول احنا ما بنفقد الأمل، ما بيصير نترك الموضوع. اسمعوا لو ما كتبت موضوع تعبير بالمرة ما بتعرف تكتب بالمرة، أنا بقدر أتحايل عليك وعلى الامتحان وأخليك تكتب موضوع تعبير إن شاء الله بطريقة قوية وجميلة. بس أصبر شوي، بقول لك في واحد عادي خطي بجنن بس ما بعرف أكتب موضوع تعبير. محمد انفخ عينك أستاذ. يلا هاي كمان سكرين شوت لهاي يا جماعة، حاول أصغر لكم إياه ولا هيك أتوقع واضحة كاملة تمام. يلا أعطوني تم إذا أخذته عشان ننتقل الآن لاستراتيجيات كتابة موضوع التعبير. والله يفرح ال 2500 طالب الموجودين معنا، 2500 ولا أكثر أشوف على اليوتيوب. هو اليوتيوب بحكم هسه 2500 ولا لا؟ 2500 إن شاء الله عنكم. طيب آخر إشي خذ سكرين شوت من هاي ما شاء الله عنكم، إن شاء الله كلكم يا رب تفرحوا وتمشي أموركم يا جماعة. خلينا الآن بعد آخر لقطة شاشة للموضوع اللي قدامك خليني أبلش معك باستراتيجيات كتابة موضوع التعبير والآلية الصحيحة في الكتابة. بس إذا أخذته أعطوني تم عشان أنتقل الآن. يلا ممتاز، نقول بسم الله يا جماعة. بداية يا أبطال اليوم بدي أزود عليك شوية ملاحظات وشوية تعليمات لكتابة موضوع التعبير. في كثير طلاب بتسألوا بيقول لك كيف آلية الامتحان أو كيف آلية أسئلة الوزارة بخصوص موضوع التعبير. سيد العزيز لازم تعرف أنه يطلب بامتحان الوزارة، خلينا هون، يطلب منك موضوعين تعبير تمام؟ موضوعين تعبير انت بتختار واحد فيهم. طب شو طبيعة المواضيع؟ خلينا نحكي الآن بس بهذا الشرح اللايف عن المواضيع اللي بتخص الوحدة الأولى تمام؟ عن بس المواضيع اللي بتخص الوحدة الأولى، بعدين بنحكي عن المواضيع اللي بتخص الوحدة الثانية والثالثة والعاشرة. طب عندك formal letter، informal letter، عندك open letter، عندك email، عندك blog، عندك رسالة نقاشية، عندك report، تقرير، article، كله رح نحكي عنه. لكن حبة حبة لا تستعجل، شوف الموضوع الأنسب إليك، شوف الموضوع الأنسب إليك وبتباشر تكتب عنه. لكن لما تكتب حاول إنك قدر الإمكان تكون رايق بالكتابة. خلينا نحكي أول شيء عن المواضيع. في الفري رايتنج يا جماعة الوزارة بتعطيك بناء على امتحان الوزارة، استاذ راح تعطيك نوعين
لكتابة موضوع التعبير. واحد بنسميه discursive essay، واحد بنسميه descriptive essay. تمام؟ هسه هون بدك تنتبه انه عندي مقالة نقاشية ومقالة وصفية. اليوم رح نحكي عن الديسكريبتيف إيساي. المقالة النقاشية يطلب منك في الوزارة أحد المواضيع الثلاث التالية. إيساي بمعنى مقالة، كومبوزيشن نفس الكلام، وارتكل نفس الكلام. بالوحدة الثانية بس نوصلها إن شاء الله بنحكي عن الريبورت، عن التقرير. تمام؟ اليوم بدي أعطيك استراتيجيات حلوة عشان تبلش معاي حبة حبة وخطوة خطوة. شوف الموضوع شو طالب منك. رايت اكتب. الآن إيساي بمعنى قلنا مقالة discussing، توصف تشرح فيها. تمام؟ the advantages الإيجابيات والdisadvantages بمعنى سلبيات، هي إيجابيات وسلبيات. طيب يا ناجحين، هل الوزارة ممكن تجيب كلمات غير advantages و disadvantages؟ طبعا ممكن تجيب لك بدالها benefits، ممكن تجيب لك بدالها merits and demerits. سبعتك إياهم كلهم بالتفصيل. بدك اليوم إن شاء الله تطلع من هاي الحصة مرتاح ومتمكن، وبالنسبة لهذا الملف اللي قدامكم راح يوصل لكل جروبات الواتساب PDF، وإن شاء الله بنزل الرابط على الإنستا وعلى الفيسبوك. ممكن يطلب مني بامتحان الوزارة advantages و disadvantages، إيجابيات وسلبيات. نفس الكلام يا جماعة merits and demerits، إيجابيات وسلبيات. ممكن negatives positives، برضو إيجابيات سلبيات. ممكن reasons بمعنى أسباب. طب اكتبوا لي بالتعليقات شو معنى results. الجميع اكتب لي بالتعليقات شو معنى results بسرعة مليون. أما suggestions معناها اقتراحات. طيب objectives بمعنى أهداف، وكلمة ways بمعنى طرق، وكلمة solutions بمعنى حلول. ممتاز ممتاز ما شاء الله عنكم. أيوة هيك التعليقات بدي إياها، بدي إجابات، ما بدي أشوف تعليقات جانبية. ما بتهمنا التعليقات الجانبية، بتهمنا إحنا قديش بنحصل اليوم بعلامة موضوع التعبير. حكينا انه عندي انا بحاول دائما اذا اجاني بالوزارة ايجابيات سلبيات، يا الله ما اجمل التعبير. رح احكي لك هسه كيف نمطية الكتابة، بايجابيات سلبيات، باسباب ونتائج، بسجستشنز اوبجكتيفز ويز سلوشنز، رح احكي لك عنهم بالتفصيل. لو اجينا على الموضوع اللي قدام يا جماعة، بدنا نركز بأربع أشياء. لا تستعجل لا تستعجل، خذ كلامي محمل الجد. بدنا نهتم بأربع أشياء. الشغلة الأولى بالشكل، كيف الشكل اللي أنا بدي أكتب فيه موضوع التعبير. تعال خليني أحكي لك. يلا، كتابة موضوع التعبير يا سيدي عندنا ثلاث أشكال للكتابة، ثلاث أشكال. خلينا نشوف الشكل الأول شو بيحكي لنا. الشكل الأول يا سيد الفاضل بيعطيك يا جماعة عبارة عن موضوع كامل. هذا الموضوع بيحتوي على تايتل، أي بمعنى العنوان المطلوب منك تكتب عنه. بعد التايتل بتحط إشي اسمه indentation. indent يعني فراغ، بداية الكتابة مقدار إصبع أو إصبعين بس. يعني بتبلش كتابتك بالindent من هون، يعني بترك الindent بعدين بتبلش كتابتك من هون. لو إجيت أنا كتبت يا جماعة موضوع التعبير، بنزل بالسطر البعدي من أول. طلع كيف؟ يعني أنا تركت هون الindentation indent، بعدين بالسطر الثاني بلشت من بداية السطر وبلشت أحط سطر فوق سطر فوق سطر. قال مش مشكلة الأسطر، المهم الكتابة كيف نكتب.
ولك جايك اصبر شوي. كتبت كل اشي. كان موضوعي هون بالشكل الموجود قدامنا نظام البلوكينج، نظام الطوبة، نظام البلوكة، انه طوبة فوق طوبة فوق طوبة شو بتعطينا؟ بتعطينا سور، بتعطينا عليه ربابعة عفوا، صح؟ ما هو بحجم السور يعني ما فرقتش كثير. فلما يكون سطر صوته قرب، سطر فوق سطر فوق سطر بيعطيني شكل. هذا الشكل انا بحب الطالب يستخدمه متى؟ اذا كان المطلوب منك تقرير، تمام؟ اذا كان مطلوب منك تقرير، يلا هذا الشكل استخدمه بحالة طلبه منا بالوزارة ريبورت. طب شو احتوى هذا؟ ما انا راح اجيك بالكونتنت. المحتوى يا جماعة بيكون عنا عبارة عن انترو دكشن، يعني اكتبوا لي بالتعليقات شو معنى انترودكشن بسرعة، كلكم يلا اكتب تعليقات يوتيوب فيسبوك انستغرام وتيك توك، اكتبوا لي بالتعليقات بسرعة شو يعني انترودكشن. والبادي يا جماعة موجود عندنا، وبعد البادي في اشي اسمه ايش؟ الكونكلوجن او الاندينج، الخاتمة. ممتاز، مقدمة. اذا صار عندي مقدمة وعرض وعندي كمان ايش؟ خاتمة. والله لو سهل ذكرتك بالخير يا اخوي. هذا الشكل الاول لكتابة موضوع التعبير. لازم تحاول قدر الامكان تكون متمكن من الكلام، تكون زلمة زي الحارون مش زي علي ربابة. علي ربابة زليم تصغير، ما هو بس باخذ التصغير مهمة. زليم رجيل طبعا، شجيرة يعني توري اها مان. هسا كيف بيرسون جماعه بيبل، هذا يعتبر تصغير. شو ايه هسا من شو يعني من؟ من رجال زلمه، لا رجال مان. تصغيرها من لا اسمك انت والله العظيم. طيب ممتاز ممتاز، اخذت سقري نايم. بدي اورجيكم الشكل الثاني لكتابه موضوع التعبير. والله العظيم يا جماعه بحب كل طالب يمشي على هذا النمط اللي بدي اعطيك اياه الان. يا جماعة بيكون عندي التايتل موجود. طبعا أنا إذا كتبت العنوان وأعطيته والله العظيم الفصل الماضي عشانه 20 علامة عليه كان، ولكم اللي كتب عنوان وكتب سطرين ثلاث أخذ 7-8 علامات. جماعة لازم تدير بالك، يعني ما بخلي موضوع التعبير فاضي أبدا، لازم أحاول أكتب. يا ابو الربابعة بعد الشكل اللي بدي أعطيك سؤال أشوف إذا بتقدر إذا قدها ولا لا. يا جماعة ببلش بالإندنتيشن، هي حطيته وبلشت أكتب موضوع التعبير تبعي. حطيت السطر الأول الثاني الثالث كان عبارة عن مقدمة. أما بلشت بعديها مثلا بفقرة الإيجابيات، وبعديها بلشت بالفقرة الجديدة يا جماعة اللي هي عبارة عن الخاتمة. بلشت أكتب الخاتمة سطرين سطر سطرين ثلاث قد ما بدك. قسم الموضوع بطريقة جميلة ورائعة زي المواضيع اللي بدي أورجيك إياها الآن، زي المواضيع اللي بدي أورجيك إياها بهاي اللحظة. هاي 4. طيب هاي بلوكينج، لا هاي 3 زي اللي على اللوحة اللي أنا شغال عليها. طيب أسعد، نشوف أسعد. أسعد كاتب نظام برضو 3 فقرات برضو حلو. يعني عندنا مواضيع تعبير يا جماعة، خليني أشوف لكم هون، شوفوا كم موضوع تعبير الطلاب كاتبين. خلينا نقول واحد هيك نشوف كم فقرة. 4. بدك تحاول، كل الطلاب حاولت. شوف كم موضوع تعبير، هذا لحاله بجوز فيه 200 موضوع تعبير أستاذ. بدك تحاول تكتب، تمام؟ ابو الربابعه وين جماعه تكبسوا كبسوا؟ والله يعني التيك توك انا بدي اكسب له لايك، ما بتعنيش هذا حالنا. ايش شوفوا هذا الموضوع على شكل 4 فقرات كمان، في مواضيع عندي رائعه جدا جدا، في مواضيع استاذ يعني بتخزي، بس انه بنحاول قدر الامكان بنحاول ان شاء الله تعالى. طيب بالله ابو الربابعه رن على فراس اليوتيوب، اي تعليق خارج النص على السريع بلوك.
يلا نيجي بنقول هون ان عادي بدون تردد انه عندي هون استاذ عباره عن انترو وعباره عن البادي 1 تمام البادي وعباره زي ما قلنا عن الكونكلوجن اي بمعنى خاتمه. هون الموضوع انقسم الى ثلاث اقسام وانا اكثر موضوع بحب الطلاب يكتبوا فيه اذا كان عندنا ايجابيات وسلبيات اذا كان عندنا مثلا زي قبل شوي reasons وresults بسرعه مليون بتبع الموضوع الاخير اللي بدي احكي لك عنه بهاي اللحظه وهذا الموضوع يا جماعه دير بالك عليه هذا الموضوع حاول انك تكتب لانه اليوم راح اعطيك واجب اليوم راح نكتب موضوع تعبير عن الاونلاين ليرنينج عن التعلم عن بعد طب المصطلحات استاذ من وين بستعين بمادتي بستعين مرات بالانترنت وش تعملوا زي نهفة الشب قلت لهم اسمعوا علي تكتبوا موضوع تعبير باللون الازرق اي واحد باخذ كلمه من النت بكتب بالاحمر لقيت الموضوع كله بالاحمر ما شاء الله ابداع ابداع طلابي جميل فهنا باجي بحكي له انا لما بدي احل دائما وابدا يا جماعه ببلش بالتايتل المعطيني اياه بامتحان الوزاره هاي اول خطوه بسويها ثاني خطوه يا جماعه حطيت الاندنتيشن وبلشت اكتب موضوع التعبير بلشت بالمقدمه اعطيته ثلاث اسطر بلشت بعديها بالعرض تمام طبعا ابعد سطر بس انا ما بعدت هون عشان يعني يكفي لانه انا متاكد ما راح يكفيني بلشت بالعرض بعديها يا جماعه بلشت بالعرض الثاني واخر اشي سويته يا جماعه اليوتيوب مفركين كل اشي استاذ ودقين بي حبيبتي هاي حموده يلا اخر اشي عندي يا جماعه الخاتمه اخر اشي عندي الخاتمه صف عندي موضوعي عباره عن كم فقره واحد اثنين وعندنا هون ثلاث والخاتمه اربعه هذا افضل شيء تحاول انك تتخذه بالكتابه راح ترتاح بشكل كبير اذا نسيوا انه في لايف وصاروا يتطاوشوا على حبيبه حموده منو حموده هذا حبيبه حالي هذا خلص يا جماعه فكونا منكو يعني انا حاط التعليقات عشان اشوفكم بسكرها كلها من عندي يعني دقيقه كله تسكيرها يلا والله العظيم اذا تركوا كل شيء وبلشوا بحبيبه حالي عندي انترو داكشن وعندي يا جماعه بعديها البادي 1 وبعديها البادي 2 وبعديها الكونكلوجن اي بمعنى اكتب لي بالتعليقات شو ممتاز يلا يا والله مش طبيعيين استاذ شو بدنا نسوي يلا ما بعين الله يا محمد طيب باجي بحكي له على الريزوليوشن اللي عندك الصوره مش واضحه على الريزوليوشن اكثر استاذ ممتاز خاتم اتبع الكتابه بهذا طب انا لما بدي اجي اكتب موضوع تعبير شو افضل الي اشي استاذ عشان اقدر اكتب موضوع تعبير بطريقه احترافيه وجميله طيب تعالوا خلينا نورجيكم قلنا من الاهتمامات تبعتنا نهتم بالفورم نهتم بالكونتنت المحتوى ندير بالنا على القواعد بايش بدنا نكتب راح احكي لك ونهتم بربط الافكار باللينكينج ايدياز تعالوا خلينا نشوف اول شغله عند كتابه موضوع التعبير بهمنا دائما وابدا انك تبدا بالتايتل والتايتل بمعنى عنوان بهمنا يا ام كايد السلامات اثنين اهتم بالنمط الرئيسي للكتابه اللي علمتك اياه قبل شوي انه عنوان وكتابه بشكل صريح اترك فراغ بدايه كل فقره مقدار سنتيمتر اصبع او اصبعين استاذ اللي هو سميناه الاندنتيشن
الاندنت يا جماعة، تمام؟ اجيت بعديها ابدأ كتابة موضوعك بحرف كابيتال. اول ما تبلش موضوع التعبير بلش بحرف كابيتال، زي ما علمتك على الاصل دور. لما على الاصل دور قلنا انه انا ببلش كتابتي اذا بدي احط سؤال بكتب وات الدبليو مالها بدها تكون كابيتال. ابدأ موضوعك بجملة شد ذهن القارئ، يعني اذا كان كاتب لي عن الانترنت ما ببلش the internet has many advantages. غلط استاذ، انت بتقلل على حالك افكار كثير. لازم تحاول قدر الامكان انك تكتب بطريقة انك انت جملة تشد ذهن القارئ، وبعديها بسرعة مليون تحاول انك انت تفوت بالموضوع. طيب تعالوا خلينا نشوف. طيب برجع لكم كمان شوي تاخذوا سكرين، اصبروا شوي. ابدأ موضوعك حكيناها ستة، لا تستخدم تعداد، don't use points. كيف يعني؟ مش بدك تكتب such as مثلا، بدك تعدد نقاط. لا تقعد تكتب واحد اثنين ثلاث، ما بصير استاذ، ابدا 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 ما بصير. لازم تحاول قدر الامكان انك يعني تتمكن من كتابتك بطريقة صحيحة. والله يا جماعة بدي اشوف جماعة اليوتيوب هذول. ماشي بدي اجرب من عندي شغله بس. دقيقه بس علي، بس يفتح مشكله. خلاص بلشنا، خلاص دن. حتى على الفيس عادي يعني، شيء ما فيش مشكله، كل مكان مال. طيب اذا بدي اطلع ستك بده يعمل لي اكزت، فاهم علي؟ او لا بسكر هسه كل مكان. شو تسكر؟ لا يا زلمه عادي، ما عندي مشكلة. يلا نيجي الجميع، حط لي رقم واحد بالتعليقات، بس رقم واحد بالتعليقات الكل أشوف. يلا بس أكتب رقم واحد. اجينا يا جماعة، لا تستخدم اختصارات، don't use abbreviations. يعني إذا إجتك isn't خلاص تكتبهاش isn't، أكتبها is. كمان ما تحط اللي بي سي، لا اكتبها استاذ عبارة عن personal computer. لا تستخدم اختصارات ابدا، تمام؟ حاول تتقيد دائما واكتب بطريقة صحيحة، تمام؟ باجي بحكي له كمان استخدم ادوات ربط مناسبة، linking words. راح اورجيك بعض ادوات الربط اللي لازم تستخدمها بكتابة موضوع التعبير، بتكون امورك باذن الله طيبة، تمام؟ نيجي للبعدي، بنقول لك اكتب بلغة رسمية formal language، لا تكتب informal، اكتب formal. مش تحط لي كلمات slang language، ما بلزمني، اعطيني formal language وبس، ويعطيك الف عافية. حاول تقيد، انا قاعد بعطيك نقاط استاذ عشان تكتب بطريقة احترافية. ما شاء الله يا زلمة قديش العدد. لا كبير انا كبير. انا يعني كلهم احسن مني. مين الحارون اصلا؟ والله انك زلمة، كلهم احسن مني. تمام 10. انا زي ابوك وزي عمك وزي خالك زلام، بس مش زي ابنهم. 10. اذا انهيت جملتك كمل على نفس السطر، يعني انا خلصت جملتي اخذت نص السطر مني، كمل على نفس السطر. اذا مش نازل فقره جديده كمل على نفس السطر يا جماعه، لا تروح على سطر جديد، تمام؟ لا البث مش محفوظ استاذ. 11 استخدم أدوات ترقيم مناسبة، punctuation. اكتب الملاحظة هاي عندك بسرعة. بالنسبة لل punctuation يا جماعة، إذا أنهيت جملتك أعطيني نقطة، النقطة لازم تبلش بعديها بحرف كابيتال، يعني أنت هيك أنهيت فكرة. طيب كمان إذا بدك تربط فكرة بفكرة شو بتحط؟ فاصلة. طب قل لي ورا الفاصلة شو بيعطيني؟ علام يعني بيعطيني علامة سؤال، بيعطيني رب سمول ولا كابيتال؟ اكتب لي بالتعليقات اشوف بس. يلا جميع اكتب لي بالتعليقات. حلو، اكيد حرف سمول ورا الفاصلة. اذا اجانا يا جماعة فاصلة منقوطة بسرعة مليون شو بعمل؟ برضو كمان وراها سمول.
طب احكوا لي بالتعليقات شو فايده الفاصله المنقوطه. اكتب بالتعليقات شو فايده الفاصله المنقوطه بسرعه. يا عيني عليك يا عيني عليك. هيك انت صرت زليمي بالمرحله. اذا عندي اداه سؤال يعني زي helping verb او اما wh question يا جماعه، بدي انهيها بعلامه سؤال، ودائما وراها بيجينا حرف ايش؟ كابيتال. كمان اذا عندي تعجب، اذا بدك تستخدم اداه تعجب برضو لازم يكون وراها حرف كابيتال. والله المعلومات حلوه يا جماعه، والله ايوه ممتاز ممتاز، تعليل تعليل تعليل، يلا ممتازين ممتازين. طيب ممتاز الحمد لله. مين بيشجع مدريد على اللايف يكتب لي انا، واللي بيشجع فريق الكفره برشلونه يكتب لي تم بس. تمام، واحنا قلنا دائما باذن الله احنا اخوان، وما بيفرقنا اي شيء سواء ان فازت مدريد ان شاء الله او خسرت برشلونه باذن الله. يلا سؤال رقم او ملاحظه رقم 13، حاول انك تتجنب الاخطاء الاملائيه ما بين spelling mistakes ما بين grammar mistakes، حاول ما توقع فيهم قدر الامكان. جماعه اذا كانت كتابتك بطريقه بسيطه، اذا كانت كتابتك بطريقه بسيطه بسرعه مليون، استخدم ازمنه بسيطه زي present simple past simple، ممكن كمان present continuous present perfect present perfect continuous ان احتاج الامر، اشياء انت تقدر تكون عارف زمنها عشان ما تتخربط فيها. يعني كيف لما نقول the number of healthcare services has been increasing has been increasing. طب انا كتبت ايش الجمله هاي اللي حكيت انا has been increasing؟ بلا اكتب لي بالتعليقات اشوف. طيب لا تبدا بموضوعك بالكتابه عن الموضوع الرئيسي، لا تكتب عن الموضوع الرئيسي. يعني كتب لي سوشيال ميديا، برجع بالمقدمه وبحكي عن الانترنت. طب وان كتب لي سمارت فونز كمبيوترز لابتوبس، مش الوحدة الأولى هيك بتحكي؟ عن إيش بحكي؟ اكتب لي بالتعليقات أشوف بسرعة. يلا أعطيني كتابتك بالتعليقات. طيب نيجي بنحكي له إنه على الأصل دور، والله هاي العبارة قوية جدا. لما أقول لك على الأصل دور إن جاب لي سيرة الإنترنت بحكي عن التكنولوجي، وإن جاب لي سيرة السوشيال ميديا بحكي عن الإنترنت، وإذا جاء إيش؟ لو بتر مشان الله تصير تعمل لي. طب ما انتبه يا علي، أنا جايبك ليش يعني؟ ليش جايبك؟ أنا ليش جايبك؟ قول لي ليش مقعدك ورا الشاشة؟ ايش حلك تليفوناتني؟ طيب إذا إجا قال لي ظل شيء مهم، طبعًا دير بالك استنى بس اصبروا علي شوي ربع ساعة ويعطيكم العافية خلص. جرعة التفاؤل والله معكم، جرعة التفاؤل حلوة اليوم والله معكم كلكم. دائما على الاصل دور بتكسب علامات، كيف؟ انا جايك فيه. لا تكرر افكارك، حاول دائما انك تكتب افكار جديده. اكتب موضوعك على المسوده، بنهايه دفتر الوزاره يا جماعه خلنا اورجيكم على السريع. بنهايه دفتر الوزاره، ومرات بتكون حسب مرة من السنين اجت بالبداية يا جماعة، في عندي اشي اسمه مسودة. تمام؟ في عندي اشي اسمه مسودة. بالدفتر بتلاقي مسودة، تمام؟ بالعادة بيكون في رسم بياني، بعدين أول شيء مسودة رسم بياني أو العكس. حاول تكتب موضوعك وين؟ على المسودة. بعدين بتبيضه على المكان المخصص بالسؤال. طب وإن التحقت بالوقت؟ وما ظل معي وقت للنقل، شو أعمل؟ كل بساطة بقول لك باختصار شديد أستاذ، خليه بالمسودة بس حط رقم السؤال بيتصلح. تمام؟ حط رقم السؤال بيتصلح. طيب لما نيجي على 17، مشان الله ابعد عن القوالب الجاهزة، المقدم والخاتم الجاهزات، ما في داعي لهم أستاذ، ابعد عنهم وريح راسك. بعديها بنيجي وبنقول يا جماعة انه انا دائما لما بدي اكتب بحاول قدر الامكان انه ما احط بالنهايه
لمساتي السحرية وأشمط توقيع قد راسك ولا تحط اسمك مشان الله لا تحط اسمك ولا لمساتك السحرية. يعني تروح تكتب 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 وآخر إشي في نهاية الورقة تكتب لهم حبيبة حالي قاطع اليوتيوب. قال إلي ساعة قاعد مسكته وقال أنا اللي اشتغلت اليوم والله. لا أكيد مش توقيعي. شو توقيعي؟ هسا بوريك توقيع سيدي. تمام اتفقنا يا جماعة. نحاول أبدا ما نكتب أي اسم ما بصير، ما نحط أي توقيع ما بصير، ونحاول قدر الإمكان نتقيد بالإشي المطلوب. موضوع البث والله العظيم لازم اغير موضوع البث. حبيبة حالي لا حول ولا قوة الا بالله. طيب يا ابو الربابعة نربح طالب من وين بدك؟ فيسبوك اول شيء. على الفيسبوك؟ لا لا على الفيسبوك ابو الربابعة. اوه انا على لا قلنا على الفيسبوك بعدين على تكتب. طب خلاص يا اخوان يلا اكثر واحد بكتب علي ربابعه بربحه. شو علي ربابعه؟ يلا انطلقوا اكتبوا علي ربابعه. بعض ادوات الربط اللي لازم نستخدمها موضوع التعبير، بس من باب المعرفه انا شرحت لك اياها بالكامل، لكن بدي احكي لك عن كم من شغله سريعه تقدر تستخدمها موضوع التعبير. والطلاب اللي لسه ما اخذوا كامل الادوات ان شاء الله قريبا جدا راح تاخذوهم بالتفصيل بإذن رب العباد. Introduction يعني مقدمة. بقدر أبلش موضوعي بـ The aim of this essay. This article examines. In this report or essay, I'm going to talk about. طلع بقول لك أحسن أستاذ الحارون. الله. والله راح تعليق. أبو ربابعة الملك بس في راس البحر. Addition إضافة. تمام؟ أو continuation إضافة. هاي الأدوات بتقدر بدل ما تظلك تستخدم and 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 and، حاول إنك تستخدم أدوات ربط غيرها زي in addition to this، as well as، also، moreover، furthermore. كل هاي الأدوات يا جماعة بتعطيني إضافة addition. هون عندي لا تنسى بستخدمهم في المقدمة. خذولي سكرين شوت منها. سارة خالد إلك ساعة بتقولك الحارون وبس. شو لها؟ الحارون وبس. لها ساعة؟ اه ساعة، للساعة. بكتب علي ربابعة عنده ساعة. ايه؟ طيب، نيجي نشوف يا جماعة. عندي كمان أدوات. لو إجينا على إشي اسمه giving examples، إعطاء أمثلة، لا تنسى، بقدر أستخدمهم. هيها. إعطاء أمثلة زي كلمة for example، زي كلمة such as like for instance، كلهم بيعطوني examples. تمام؟ في عندي إشي اسمه contrasting ideas أو opposition. اكتبولي بالله شو معنى opposition يا جماعة بالتعليقات، واغلبكم خلص زهقتوها كثر ما حكينا عنها. اكتبلي بس بالتعليقات أشوف. يلا في عندي إشي اسمه مقارنة الأفكار، أو إما إشي اسمه يا جماعة، أو إما إشي اسمه ممتازين. ممتاز ممتاز جهاد، ممتاز أستاذ، الله يقويكم. ممتاز رشا، قد روان، ممتاز وتالا، غصون، وأحمد فهيم، سندس سندس كده كده. مقارنة، أو إما إشي اسمه تناقض. كل هاي الأدوات اللي قدامك حاول إنك تستخدمها بموضوع التعبير. بتقول لي كثير؟ لا 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 مش كثير عليك. لا لا لما تحاول رح تقدر بإذن رب العباد. مش كثير أستاذ. بنبلش بسطر وبسطرين وبخمسة وبننهي بعشرين. لا تقول لي كثير. يلا. في عندي إشي اسمه conclusion. conclusion بمعنى خاتمة. أو recommendations بمعنى توصيات. توصيات تقدر تستخدم بالنهاية it appears that زي conclusion تحت this results in it is recommended that finally to sum up in conclusion. كل هاي الأدوات اللي قدامك
بتعطيني خاتمة. خذ سكريناي منها بشكل سريع، خليني أتأكد إن شاء الله الأمور تمام. يا علي ربح لي طالب من الفيسبوك. هسه 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 بدي من الفيسبوك. شعار ومشاركة أول بأول. شوف إذا عامل شير لللايف ربحها، مش عامل شير لا يلا لا مش هسه تبعت مع الساعة. إذا بعتتها يعني طيب يلا. الموضوع يا جماعة اللي بدي إياه منك، بيقول لك write an essay discussing، تحكي فيه أو تناقش فيه عن الأدفانتجز الإيجابيات and disadvantages والسلبيات of social media تمام أو الأونلاين learning. اسمعني، في طريقة علمتكم إياها لطلاب المسجل والتفاعلي والمراكز اللي هي طريقة البرينستورمينج، فهي بتفيد هسه طلاب البثوث والضيوف علينا. في عندنا ضيوف يا جماعة يعني مش من طلابي بس بيحضروا معانا، اكتب لي يلا رقم اثنين عشان الربابة أشوف، اكتب لي رقم اثنين بالتعليقات. بتجيب الموضوع اللي طلبوا مني سوشيال ميديا او اونلاين ليرنينج وبحطه بالنص يا جماعه وببلش اطلع منه افكار. طب هاي العمليه قديش تاخذ مني وقت؟ هاي العمليه مش لازم تاخذ منك ساعات، هاي تاخذ منك استاذ 4-5 دقائق اني اسال روح على الاصل دور. يلا شو اصل السوشيال ميديا؟ انترنت. شو بكتب؟ بكتب سؤال بقول what is the internet. انا وسعت على حالي فكره استاذ، وسعت على حالي سطرين لما اعرف الانترنت بالتفصيل. لما اعرف الانترنت اعطيت لحالي سطرين واعطيت لحالي 3 علامات مثلا مع عنوان مع مقدمه، 3-4 علامات من الاشياء وانا لسه مش جايب سيره الموضوع. what is social media؟ أعطيني الأدفانتجز الإيجابيات للسوشيال ميديا بفقرة. شفت كيف لما أقول لك أنا بدي فقرة مقدمة زي لما أعطونا بقطعة using technology in class يا جماعة في البداية شو كتبوا لنا؟ أعطونا introduction بس ما حكى عن التكنولوجي. شو قال لي؟ قال لي young people love learning but they like learning even more if they are presented with information in an interesting and challenging way. نقطة. هاي introduction. طب دعمها بعديها. بالله عليكم المتذكر شو قاعد بحكي يعطيني أنا. بسرعة أشوف. بعديها شو قال لي؟ قال لي today ركز. حس بلش بالمين idea. تمام؟ اليوم هطرحك ما رح أشرح لك إياه بالتفصيل أكيد لأنه خلص الوقت داهمنا. شرحنا الحمد لله أشياء كثير. Today I'm going to give a talk about how you can use technology in Jordanian classrooms. صح؟ هذا الكلام أنا حكي لك إياه بالتفصيل. أعطيني introduction مع main idea. الobjective. أعطيني الaim. أعطيني المين idea أو اللي هي الـ purpose of this essay. أو of writing this essay. هذا الكلام حكيت لك إياه بالتفصيل قلت لك دير بالك عليه. Examples ممتاز يا مجود السعايدة. وسلسبيل نبيل ممتازين أستاذ. Disadvantages قلنا سلبيات فقرة. Examples أمثلة. Importance أهمية. وconclusion خاتمة. لو أنا جاوبت على كل سؤال طلع معي 2-3 أقل إشي، إذن أنا كتبت موضوع تعبير بتمكن شديد. شوف شو بدي منك اليوم. الواجب هذا خذوا لي سكرين شوت عشان أقول لك شو الواجب للجميع. يلا مشير البنت ولا لا؟ والله بتقول شيء تكون صحباتي بعد مسج. ما ورجينا سكرين شوت بس. يلا. في كمان جائزة. تمام يا جماعة؟ اوكي. تنساش هون حاط لك ملاحظة سوشيال ميديا فيري امبورتنت الإجابة خاطئة. خلص مبروك عليها. مش صفحة واحدة طلع صفحة صفحتين. بس ما يكونوش هسه معمولات شيء. لا والله. social media is very important صح يعني ما ببلش أنا بكتب social media very important غلط يا جماعة. طيب every country in the world has internet. لو شطبت الهاز من هون جملتي صح يعني every country in the world has بدون هاز internet على طول. اكتب لي جملتي صح ولا غلط؟ هيك بهاي الطريقة
اعطيني بالتعليقات اشوف. يلا هي شويه عن الشاشه سيدي. شو هي؟ عيل شويه. قال والله ونعم. والله هو قال لي شوي عن الشاشه فانا بقول له هيني شويه عن الشاشه. جملتي غلط طبعا. مزبوط يا بسنت ومزبوط يا روان ومزبوط يا مين كمان؟ اسيل. مين اسيل؟ هي اسم. طيب هي صح. يا سيدي اسيل قنبيطه. شو اسمها؟ اسيل قنبيطه. نعم. نعم شاربك. والله والنعم. هذول كلهم طالبات متميزات. النعم عرفتها. اسمع هاي الشعبه رهيبه. اه رائعه كلهم والله رائعين يعني طلابي كلهم رائعين. نعم. مشان الله لا تخربش كثير وبس تخلص دقق موضوعك كويس. تمام. هسا انا كنت كاتب انا وطلابي شويه كلام هيك موضوع تعبير، انا ما بدي احكي عنه هسا السوشيال ميديا. بدي احكي يا جماعه انه انا بدي اطلب منك وحط لهم شويه افكار يعني نزلت لكم اياها على المسجل. بامكانك تاخذ كل الافكار هاي استاذ كامله كاتب لكم اياها، لكن انا بدي اروح لإشي معين صراحه بهمني كثير يا جماعه اللي هو تكتب موضوع تعبير عن الاونلاين ليرنينج. بتحب تاخذ سكرين شوت من اللي كاتبه لسه ما نزلته لحدا هذا. بتحب تاخذ سكرين منه؟ خذ. تمام؟ بعرفش اذا هيك واضح معاكم بجوز ما يبين كثير بس انا باخذ لكم اياه وبنزل لكم اياه. بدي اياك تكتب عن الاونلاين ليرنينج. تعطيني مقدمه وهذا واجب للجميع. مقدمه عرض خاتمه. هذا الواجب للكل. تمام؟ واجب للجميع طلاب الاونلاين سواء تكميلي او تفاعلي. يعني خلينا نقول مسجل تفاعلي تكميلي نظامي او اما مراكز او اما طلاب البثوث. مطلوب منك واجب. الحارون وعلي ربابة في 52. شكرا يا اسراء. قال بس شكرا. طيب مش واضح؟ حاضر انا بنزلكم اياه. تقرا الموضوع كويس وبتحاول قدر الامكان انك تقلده بالكتابه. انا راح اطلع لايف واشرح يعني راح اطلع لايف خاص واشرح موضوع التعبير هذا. بدي اياك تكتب على قافيته عن الاونلاين ليرنينج. ركز موضوع مهم كثير 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 قد راسك. تمام بعرف. يلا تعال اسالك سؤال والجميع ما حد يطلع وظلك معي على اللايف عشان تتذكر الكلمات اللي بحكي لك اياها هسه وتسيفها بحق الله. بدايه ابو الربابعه قبل ما ابلش خليني اسالك سؤال. تعال تحياتي لكم معكم اخوكم الاستاذ نفسي ابين انت قلت الاستاذ الاس نفسي الاستاذ علي ربابة حييك. بدي اسالك سؤال. تفضل يا اخوي. كيف نقتل الفيل الازرق؟ ايه سهله هاي. كيف؟ والله سهله. بالبندقيه المخصصه لقتل الفيل الازرق. طب كيف نقتل الفيل الاحمر؟ سهله جدا. ندهنه ازرق وبنطخه بالبندقيه الخاصه بالفيل الازرق. بس غلط. انت قاعد تحرف فيها والله. والله غلط. شو بنساوي فيه؟ بنخنقه بصير ازرق. طبعا يعني نجرب استاذ. تفضل استاذ علاوي. يعني تفضل وياه استاذ علاوي. طيب كيف نقتل الفيل كله قتل اليوم الاخضر؟ حلوه حلو جديده. يلا هسه خنق ما ينفعش معه. لا ينفعش معه. انا بقول لك شو بندغدغه بصير احمر. بنخنقه بصير ازرق. جيبوا لي شيء بنقتل. والله اعطوني اعطوني على طول. خلص خلص طيب لي بالك يا ابو الربابة. دزش اوعك تدز. ركز هون خلص. وين بتطلع على طيب على الهواء صح ابو الربابة. فرصة سعيدة. تعرفنا عليك شباب. طيب على تيك توك على اليوتيوب قناتي موجودة نزلت اكيد. وين ما بثك متى ايام؟ لا الجمعة عملت بث خاص لطلاب اللي على البطاقة اونلاين لانه طلبوا مني شرح الورقة النقاشية السابعة لانه كل الطلاب بيشكوا منها. فاللي عندي على البطاقه قالوا لي استاذ الان احنا فطلاب. طبعًا. اللي عندي على البطاقه انا والله ظهري وقعني اقسم. طب بدي اسالك سؤال. شو الفرق بين الليمون والزيتون؟ حلو والله يعني. ما بعرف جديده يعني. حلو. الليمون نقدر نعمل ليمونات بس لا. الزيتون ايش نعملها زيتونة؟ غلط. زيتونات قصدك؟ غلط. الزيتون بنقدر نعمل منه زيت زيتون.
بس الليمون ما بنقدر نعمل منه ليم ليمون. يا اخوان اطفي البث شوي. بس لا لا بالله يا اخي بعد اللايف. شو الفرق بين الاي والبي؟ انا اقول لك. قول لي. ليش حرف البي دائما بردان؟ لانه جري برا. غلط. لانه بيجي بيجي بين الاي سي. والله يا حلوه. يلا بلا حلوه يلا. يعطيكم العافيه. جماعة اللي بسب والله لنفخ عين. شو مين اللي بسب بس قاعد؟ اللي بسب لنفخ عين. حروله بس ما بدي هدية. طيب. إنك. أول إشي. الله يعطيكم العافية. خليني بس تكتب لي بالتعليقات وتجاوب على سؤالي اللي بدي أكتب لك إياه على اللوح. مين فيكم حابب يجيب ها يحصل تمام يحصل على معدل عالي يكتب لي بالتعليقات انا حلو كمان سؤال مين فيكم حابب يفرح ابوه وامه اكتب لي انا ممتاز التعليقات الآن امتلأت بكلمة أنا أنت اسمك ناجح بإذن رب العباد بس النجاح بده مثابرة وبده تعب شديد وبده جهود عالية وبده همة قوية بده ما أزهق ما أتعب كل ما أتعب أجدد النية وأقول يا رب عندي هم كبير خلصني منه يا رب اجبر بخاطري ونجحني وخليني احصل على اعلى المعدلات واكون من اوائل المملكة طلاب تواصلوا معي والله العظيم ما بيشوفوا يا جماعة وكان اللايف هذا رح يطلع معي مترجم التلفزيون الاردني لمين يا جماعة مترجم التلفزيون الاردني هو للصم والبكم يا بالربابة اللايف القادم رح يكون معانا المترجم على اللايف عشان ندعمهم عشان نوقف معاهم نقول لك انه هم بنعمة من ربنا وانت بنعمة من ربنا مش ناقصك اشي شو الاشي اللي بيخليك تتراجع عن حلمك زهق التليفون رفاق السوء القرف البعد عن ربنا أهم نقطة أستاذ ركز بدراستك ركز في مستقبلك ربنا أكرمك بالنظر وبالسمع وبكل النعم ربنا أكرمك إنك بتقدر تكتب والله امبارح تواصلت معي طالب تكتب بالإيد الشمال وعلى ما أعتقد إنه موجود معانا على اللايف شمالي البلد ضرب عندها الأوتار يقول أستاذ راح حلمي ما قدرت أقدم توجيهي انظلمت أستاذ لكن على إيقان تام إنه دعوات الموجودين معك على اللايف والله هيك قالتني دعوات الموجودين معك على اللايف بتقوي همة وعزيمة الهمة تبعتي وعزيمتي وإصراري إني أجيب معدل عالي وأنجح بعد الخذلان اللي صابني ولك شو ناقصك مش ناقصك إشي في شاب كمان والله امبارح وانا برد على الرسائل بقول لي والله يا استاذ اني بطلع من غرفتي يا دوب احكي كلمتين مع اخوي الصغير بنسب وبنضرب وبنهان قلت له لك بالعزله اعتزل الجميع في اهل بيكونوا اعداء نجاح مرات اذا انت قايم بواجبك وبتدرس بحق الله وتعبان على حالك مبروك عليك تروح تفرحهم وترفع راسهم بس اذا كنت مهمل وما كنت تدرس زي العالم والناس الله لا يردك خليهم يوبخوك وخليهم يسبوا عليك وخليهم يضربوك تستاهل لأنه أنت ما بدك تفرحهم لأنه أمك قاعدة تستنى فيك قال لي والله يا أستاذ قايم بواجب الكامل وهيني بحاول وإن شاء الله أجيب معدل عالي قلت له إذن عليك بالعزلة اعتزل الجميع لما بنهان بعتزل أستاذ بوقف على جنب بلملم ما تبقى لدي من كبرياء وبرحل لحالي عبين ما أورجيهم إني قادر أنجح وأجيب أعلى المعدلات
واوصل لحلمي. وين المشكله لو نتعب هسه؟ وين المشكله لما نجتهد هسه؟ وين المشكله لما اوقف قدام امي وابوي ويقولوا لي مبروك يابا، مبروك يما، انت كنت قدها، رفعت راسنا قدام كل القرايب، قدام كل الحبايب، وخليتنا نفتخر فيك ونذكر اسمك ونسجله على لوح من ذهب، ونظلنا طول العمر نقول رفع راسنا بالتوجيهي. وين؟ وين جهودنا اللي احنا بدنا دائما نوقف على جرينا فيها ونظلنا لاخر رمق؟ انا حكي للجميع، لطالبات الحكمه ولطلاب المراكز كلياتهم، ولطلاب المسجل ولطلاب التفاعلي ولطلاب اللي على الفيسبوك بتابعونا والضيوف الموجودين معانا على اللايف. اهلي وفروا لي كل السبل للدراسه، في منكم محروم ما بننكر، في منكم تعذب سنه التوجيه ما بننكر، لكن هذا لا يعني اني اخفق عن دراستي لولا لحظه، اني اتراجع لحظه عن دراستي، لا انا قدها يابا، راح حتى لو بتضربني يابا انا راح انجح، حتى لو يما بتسبي علي انا راح انجح، راح اورجيك يابا وراح اورجيك يما انك انا باختصار كنت قد المسؤوليه، انك انت كنت حاطه الحمل الكبير علي وانا قدها باذن رب العباد، وراح اوقف، ما حدا بيكسرني، ما حدا بيرجعني، راح يضل عندي كبرياء وارفعها لعنان السماء، واظني قادر اوصل للإشي اللي بدي اياه باذن رب العباد، بفضل ربنا، مجهودكم على انفسكم، تعبنا معاكم، وقفتنا معكم، لازم نوصل لحلمنا. لازم اوصل يوم النتائج واشوف دمعه امي فرح وتقول لي يا يما انت كبير. يعبطني ابوي ويقول لي يابا رفعت راسي، زي ما صار معاه اللي قدامكم بالتوجيهي لما ابوي الله يرحمه وقف وقال لي يابا والله انك بيضت وجهي، وصار يبكي. اشي حلو، اشي كثير حلو، شعور جميل، شعور كثير بجنن انك انت تفرح اللي حواليك. في ناس ممكن تاخذ الكلام هذا هباء منثور، انت حر. في ناس ممكن تقول لك حكي فاضي، انت حر، انت ما بتلزمنا، احنا بلزمنا الطالب اللي جاي. بقول لك انا ابو الحارون بقصرش معاي، بيوقف معاي لاخر لحظه ولاخر نفس، واحنا كلنا معكم، مش بس انا، كل معلمينا معكم، كلنا راح نقوم بالواجب ونكون قدها باذن رب العباد، ونحاول نوصل للي بدنا اياه. بدي طلب منك انت ويا كلكم اللي على اللايف، في ما يقارب الان على اللايف 1700 طالب قاعد بيحضرنا غير الاهالي الموجوده معانا، بس طلب واحد على اخر دوسيتك، امسك الدوسيه وهون واكتب، اكتب فوق شو راح يصير لو نجحت. امسك قلمك واكتب، هاي قلم كمان اكتب لك اياه عشان تشوف. اكتب استاذ عادي، شب بنت، لا خذ الامور بجد، خذ الامور جد سيدي، اكتب شو راح يصير، شو راح يصير لما انجح. يلا عبر عن مشاعرك لمدة دقيقة على الورقة اللي انت كتبتها، اكتب على الورقة شو راح يصير لما انجح واجيب المعدل اللي بدي اياه، اكتب وعيش اللحظة اللي بدي احكي لك اياها، اكتب شو راح يصير لما اكون واقف وامي جنبي وابوي جنبي واحبابي وناسي جنبي وماسك التليفون وبستنى النتيجة، شو راح يصير لما تطلع النتيجة وتعرف انك ناجح، شو راح يصير اكتب، شو راح يصير لما تعرف انه المعدل اللي بدك اياه حصلت عليه وانك راح تفوت التخصص اللي انت بتحلمه. حلو كثير، شعور عظيم يكاد لا يوصف بهاي اللحظات الجميلة والرائعة، لكن اكتب، اكتب لما ابوي بعد ما يتمالك كل اعصابه ويوقف على جريه ويطلع يوصي على الكنافه، اكتب لما امي تتمالك اعصابها وتوقف على جريها وتقول لي يما روحي عشان تحجزي بالصالون عشان حفله نجاحك،
اكتب لما اخوك الكبير يوقف على جريه ويروح يحجز لك الكراسي والصيوان ويوصي على الكنافة. اكتب لما نشوف فرحة نجاحنا قدام عيوننا واحنا كنا بهاي المرحلة كلياتها كفو قدها وطلعنا يا استاذ باخبار جميلة بنتائج عظيمة ترفع لها القبعات احتراما. قرار بايدك. لكن لو انقلبت الآية مصيبة صح؟ تتعوض. ما فيش مستحيل بالحياة. طلاب التكميل قاعدين بيستنوا فرحة نجاحهم على نار بإذن الله. تأخرت شوي لكن قادمة قادمة لا محال. طلاب التكميل من الآن بلش. قول يا رب أنت قادر توصل للي بدك إياه. أنا بتمنى لكم كلكم إنكم تكونوا ناجحين، ولكم أنا أحب ما علي أشوف كل الطلاب ناجحين متقدمين. أستاذ ابعد عن الكل، اعتزل الجميع، خلي ثقتك بربك كبيرة، علاقتك بربك كبيرة، خلي صلاتك بانتظام. صدقني الخمس صلوات لتعطيك برنامج دراسي أعظم برنامج في هذه الحياة. رح تنظم لك وقتك، امشي زي ما بحكي لك. قول يا رب، قول يا رب أنت قدها، أنت وأنت وكلكم قدها. فمسألة وقت ونراكم بإذن الله من الناجحين، مسألة وقت ونراكم بإذن الله عظيمين. ما بتعرف ربنا شو مخبي لك؟ الخير قادم وبإذن الله عظيم. يمكن ربنا يكتب لك الخير على طول بعد ما تخلص توجيهي، تحسن وضعك ووضع أهلك. ممكن تشتغل وتدرس وتسكر مصاريفك من شغلك، من عرق جبينك. ريحت أبوك، ولا كنت بالتوجيه أستحي لما أطلب من أبوي واجب ويعطيني، لأنه بالمرحلة لسه صغير فبدي يعطيني مصروفي. كنت أستحي باليوم اللي ما يعطينيش مصاري أطلع مشي على المدرسة ماركة الشمالية وأنا بالنصر، وبعز المطر أستحي أطلب منه. فبكرة بتصير أمك تقول لك يما بدي 10 ليرات، بتحرم حالك. بقول والله أمي أولى من دخاني ومعسلي، بقول والله أبوي أولى من أكلي وشربي. أنا علاقتك بربك كبير، برك لوالديك عظيم، واهتمامك بنفسك كبير، والالتفات والاهتمام بشكل كبير للدراسة. وبنهدي كل بني آدم بده يحكي علينا وبده يرجعنا عن حلمنا وبده يذكرنا بشيء لم يكن فينا، وبتفلسف علينا وبيكثر كلام زيادة علينا وبيقول احنا بنغنيش، لا احنا بنغني في المادة، وبيقول احنا بنعمل وبنعملش، احنا بنعمل في المادة. بنقول له تذكر أن الدنيا ستدور، وأن المواقف ستعاد، وأن الأدوار ستبدل، وكل ساق سيسقى بما سقى. احكي زي ما بدك، احنا هيك طالعين طلوع هيك، راح نضلنا بالقمة ان شاء الله. لما نقول الله يعطيكم العافية، بنقول لكل شخص بده يكسرنا ويرجعنا لورا، شو بنقول له؟ بنقول له سلام على من أرادوا بنا كسرا، فخيب الله ظنهم فازددنا قوة فوق قوة فوق قوة. ومن حقد قلوبهم وشر عيونهم قل أعوذ برب الفلق. نهاية الكلام بنقول لهم سلام على من ساقوها علينا وهم لا يدرون أننا نعلم البير وغطاه. سيدي الفاضل وسيدتي الفاضلة، يا رب إن تكون أموركم طيبة. أنا بحب طلابي كثير يا جماعة، أنا كل عام بتعلق بطلابي بأكثر بالعام من العام اللي قبله، والسنة هاي مختلفة عن كل السنين. طلعاتي معهم ونزلاتي وروحاتي وجياتي والصحبة الكبيرة، يعني أنا كثير مبسوط منها، أنا كثير مبسوط منكم. بس يا رب تفرحوني، ويا رب تكونوا قد المسؤولية وقد هذا الحمل اللي أنا قاعد بحكي لكم عنه، إنه أفرح يومة النتائج
واكون قد حالي. يا رب اكون ما قصرت معكم في هذا اللايف الجميل والرائع بوجودكم معانا. ما بننسى مرات الواحد عن جد بيحتاج لها شوية عزلة ولهدنة مع الحياة وإلى صمت يكتم ضجيج الروح وإلى آية تشعرنا بالسكينة. مسألة وقت وبتكونوا ناجحين، بتكونوا مبسوطين يا رب. قولوا يا رب بس خلي حلمك فوق الجميع، أنت إنسان عظيم وراح تكون بإذن الله بيوم من الأيام لك مكانة جميلة في هذه الحياة. دمتم ودام عز والديكم عليكم. إن شاء الله أكون حكيتها صح. هي جار ومجرور ولا إيش علي؟ أنا مش شاطر بالعربي تعرف. يعني الله يحفظكم بحفظه إن شاء الله، الله يجبر بخاطركم جبر عظيم. وبنهاية كلامي يعني اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تدخل الفرح والسكينة والسرور على والطمأنينة على قلب كل طالب توجيه، على قلب أم وأب وأخ وأخت، كل طالب توجيه. يا رب إني أسألك باسمك الأعظم أن تفرج همهم وأن تجبر خاطر. اللهم قوة، اللهم فرحة، اللهم معدل نسجد بسبب باكيين. يا رب العالمين حفظ الله لكم آباءكم وأمهاتكم وأحبابكم ورحم المتوفى منهم، ورحم الله والدي وأسكنه جناته يا رب العالمين، ويكون في أعلى المراتب في جنات الخلد إن شاء الله. يعطيكم العافية وربنا يكرمكم بالنجاح. اعقد نية جديدة وقول يا رب من بكرة، وإذا قدرت من اليوم قوم على حيلك وأدرس وحاول وثابر لتوصل للي بدك إياه. أنت قدها وإنت قدها وكلكم قدها. الله يعطيكم العافية، يا رب تفرحونا وتخلوا هيك عنا طاقة إيجابية دايما بوجودكم وجهودكم معانا. يسعد كل أوقاتكم. السلام عليكم، يعطيكم العافية، دعواتكم جميعا. يعطيكم العافية طلاب التيك توك والإنستغرام، نشوفكم على خير يا رب. الإنستغرام شهرين زمن يا طالب التكميلي وراح تأكل حلوان نجاح. طيب والله غلبك يا معلم، صدرينك نافي لطلاب تكميلي ناجحين. ابشر ابو الحارون انت وطلابك الناجحين. طيب يلا بسم الله. طيب يعطيكم العافية طلاب الانستغرام، الله يعطيكم العافية. ممكن عافية ان شاء الله. تعرف يا ابو العبد الله انه العزلة عن الجميع ومعك بطاقة التكميلي فكره لا باس على خير يا بها جميعا. تنبيه نحن غير مسؤولين عن اي حاله ادمان بتسببها فيديوهات. تقدم العلامه العاليه، فخور فيكم جميعا والله يقويكم ان شاء الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم. ربكم الله يسعد قلوبكم. الله يرضى عليك يا مجد، شكرا لكم جميعا. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا اليوم، وأنا معكم دائما يعني قلبا وقالبا، وراح نظلنا معكم يا أبو الحنش الاسم. خليل شهرين زمن يا طالب التكميلي وراح تأكل حلوان نجاح. والله غلبك يا معلم، صدرينك نافلة طلاب تكميلي ناجحين. ابشر أبو الحارون أنت وطلابك الناجحين. صباح على ألف خير إن شاء الله. السلام عليكم. تعرف يا ابو العبد الله انه العزله عن الجميع ومعك بطاقه التكميلي فكره لا باس بها. تنبيه نحن غير مسؤولين عن اي حاله ادمان بتسببها فيديوهاتنا.